بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الحلقة يا إن شاء الله أن سور المكافأة أهل المعروف ما معنى مكافأة أهل المعروف داني يوذان تقن الخاء ذي شان يوذن تقن المعروف ولكن إخس المعروف هو نيتا اثنار سل خير ان شاء الله ها أه؟ اني من يسبحان يوني ذيك كاين رخيا وني شي قدم المعروف وعند شي مني غادي نقدم المعروف وشا غنعدو من يا مني الاسلام يخشان شان الضوابط يقيدا نفس الاخلاق نفس القيم فينا باش الانسان ذاك كاين رخيا يبدا كيداش يقدم الشر المعروف ويتحشى مني وها شكار راس الخانس ولو باللسان اذا فاخلاق المؤمن وتكميرشا سلعة لا قنصة كاربي وحسوها قاربي سبحانه وتعالى يفاض خانغ العبادات المعاملات عفوا فاض خانغ العبادات باش تيري المعاملة النظر الصباح وتيري شال على قنغا وحسوها وإنما العبادة اللي خانغ يفاض فيما بيننا يخص تيري المعاملة النظر أو العبادة النظر أنخ تنفع ذي التعامل فيما بيننا يخص تيري علاقة طيبة حسنة جاي مسرمن اماره ولذلك اقل اقل ما يمكن للانسان هذه اثيين هذه كافة الزيس ونذسي سيقدم المعروف هو الشكر باللسان اقل شيء اقل شيء ان يقول الانسان هذا سيقدم المعروف شكرا بارك الله فيك ذلك ان من وقف بجانبي ربما ونيد يقدم المعروف ربما غضيان ربما هذيك اكثر اموال نغنيت ربما غادير متنوع الخاني متنوع أه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذي المعنى يونيتا يقارش الروايه في في حديث من اتى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا ان قد كافاتموه الحديث اخرجه احمد وابو داود وصححه الالباني الحديث وانت يقارن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ونذا غيقدم يقدم شن شان معروف كيف إذ هارس الخامس وتجشاي من وها ما رواته في مزي صغار الخاني وني دعاء اكيد دعاء واش غد الدعاء أذيره لا سبحان ولكن اذا يقدم الخاله تجد مني وها ويحرشه لابد الانسان يخص هذا سيار خامس ما يملي البشر طبيعة البشر ما ريت سن لذلك المكافأة وتيري جس الدعاء وإنما تيري الصور الطاس ليس الأشكال الطاس من جملتها المقابلة قدم المعروف قدم سر الشكل معروف بالمثل أو الدعاء أو أشياء أخرى ولكن هذا المكافأة يثنيتها يخصوها ستيري بالمنافسة يجني زمان يجني تيري ويزمان يعني اش كتقدم هذه المكافأة تم قرانت الجناج ديار في مقابل اتيرين توايز ما خصو غادي نتيري بول حزازات جاي وذن باش اسيني قنشي قدم غاش ديال المعروف اجن حشت تم قرانت الشكوى اللي تقدم شا نيرثي وذي شن حشت تم الزينت ما روى لقع صاحب المعروف الانسان اكي سيدعى او في شكا أخص السيور ذي سينير رخاء او الثناء على فعله قال صلى الله عليه وسلم هذه المعنى كذلك من اعطي عطاء فوجد فليجزي به قرن على الرسول صلى الله عليه وسلم شن يجن ثم يقدم الشر المعروف يخسر في ها في كافة سلخاني غيري سيكا مرى ويفشى ومن لم يجد فليثني وني ويفي من غير خاني وني على الاقل هذا شكر باب المعروف فان من اثنى فقد شكر وني غيثنا خباب المعروف هذا سيني رخا قيشكار صاحب المعروف ثم إشكار رب العالمين سبحانه وتعالى ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني كان من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها يعني القدوة النغذية الثناء نتخ صاحب المعروف ذي المكافأة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته تعطيش الهدايا يقبريت أحيانا يتجت احيانا أحيانا يتشتي وذنغنت هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يثيب عليها يعني خاص الفضل النغنية الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن مش اني غادينا يخص المكافاه ثانيه قدر المستطاع منو مزمه ابن كذلك لان القلوب قلوب الناس مجبوله على حب من احسن اليها ونشينا زغني لو مثلا جيت حبه كذلك المكافاه يا من الوسائل التي تجعل المحبه بين الناس والمؤمن المستقيم لا يكون شاكرا لله حتى يكون معترفا بالفضل لاهل الفضل المؤمن يدند المؤمن ديس الاستقامة ديس الورع ديس التقوى نار بالعالم سبحانه وتعالى ويتيري المؤمن حتى ذي يشكر إوذن وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس في جنا رواية نغنيت من لا يشكر الناس لا يشكر الله ذي رواية لا يشكر الله من لا يشكر الناس مر واتشكاظ بيوذن واتشكاظ رب العالمين رواية نغنيت الرواية ثانية مروة شكاضة رب سبحانه وتعالى وزمد أتشكاض إوذان الحديث أخرجه أبو أبو داوود في سننه اللهم اجعلنا من الشاكرين ولألائك من الذاكرين والحمد لله رب العالمين